قرر السيد محمد علي البوغديري إلى التوجه نحو الحصة الواحدة للتلاميذ. بيبليسيتي مش مين ومش مين اللعبة على مليون. جاري على اليمين، جاري على اليسار، انتباه انتباه انتباه، البرمجة سنا في ديوانة فام، برمجة مهبولة على مسؤوليتي. نبداو نهارنا مع صباح الخير تونس من 6 ل 7 الماتينال مع اللي غاف ماغور من 7 ل 9 ونص في الراف ماك. ويجيكم جعفر الجاسمي في ساعة سعيدة من 9 ونص لنص النهار. هنا تونس، هنا آخر الأخبار من نص النهار للماضي ساعتين. حكايات وغرايب تعيشوها في نهجة تريبيونال ودريبة ابتداء من الماضي ساعتين. وإذا غرامك سبور تبعنا في إكسترا تايم كل نهار من 3 ل 5. الضحك وذمار مع شلة ديما لاباس. في 60 دقيقة بعد زيارته إلى ولاية مدنين واطلاعه على برامج عدد من المؤسسات التربوية في ولاية مدنين، وزير التربية سيد محمد علي البوغديري أعلن على أنه سيتم التوجه نحو اعتماد النظام الحصة الواحدة للتلاميذ، ونظام الحصة الواحدة للتلاميذ سيتم اعتماد هذا القرار في إطار الإصلاح التربوي وبعد تركيز المجلس الأعلى للتربية. تصريح أفاد به زميلتنا مراسلة ديوان فام في مدنين، ونذكركم أن إعدادية الحي الزيتوني بمدنين هي إعدادية تعتمد نظام الحصة الواحدة، وفما زوز مؤسسات أخرى في ولاية مدنين تعتمد على هذا النظام ربما في تجربة نموذجية أولى. الوزير استحسن هذه التجربة وقال أنه باش تنطلق الدروس من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعتين، وتلامذة بالطريقة هذه ينجموا يمارسوا الأنشطة الثقافية والرياضية خلال الفترة المسائية. باش ناخذوا الجامعة العامة للتعليم الثانوي في التعليق على هذا القرار وهذا التوجه تاع وزارة التربية في إطار إصلاح المنظومة التربوية. سيد محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مساء الخير، مساء لكل مستمعيكم. شكرا. مازال طازج الخبر، مازال فرشك معناتها الاعلان بتاع السيد الوزير وزير التربيه السيد محمد علي البوغديري نظام الحصه الواحده. ربما برشا اولياء يقول لك حاجه باهيه، وبرشا ناس اخرين يقول لك انا نكمل ستة نتاع العشيه، متى صغيري كمل ماضي ساعتين اذا كان النهار ما عندوش نشاط ويمشي يقعد. هذا الكل باش يكشف عليه اكيد وزاره التربيه باش تعطينا اكثر تفاصيل. من 8 الماضي ساعتين اكيد كجامعه عامه للتعليم الثانوي كشريك في المنظومه التربويه يعني كنت ثلاثة اليوم كاتحاد عام تونسي للشغل تمثلوا شريحة كبيرة في المنظومة التربوية، الأساتذة القايمين الإداريين المعلمين وغيره. شو رأيكم في هذا التوجه نحو نظام اعتماد نظام الحصة الواحدة في التدريس؟ مشكورة أختي. أولا نحب نبين لأننا كجامعة عامة وكاتحاد عام تونسي للشغل لسنا ضد أي تغيير في علاقة بالمنظومة التربوية وتصحيح ما يمكن تصحيحه ضمن إصلاح تربوي شامل. طبعاً حال أن يصدر اليوم عن السيد الوزير ما أعتبره أنا ليس قراراً بل ربما هو حلم يراود التونسيات والتونسيين، بأن نعتمد ضمن ما يمكن اعتماده في إصلاح المنظومة التربوية نظام الحصة الواحدة. حب أتذكر أولاً أنه أنت تحدثتي عن الدور وأهمية التشاركية في إصلاح المنظومة التربوية. أحب نذكر أننا نحن كقطاع تعليم ثانوي وكاتحاد عام تونسي للشغل وكل الأسلاك التربوية معنية بأي إجراء يمكن أن يتخذ في إصلاح المنظومة التربوية. لهذا من إذاعتكم ندعو مجددا إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار والنظر بكل ما تعنيه الكلمة من معان لإيجاد صورات حقيقية لإصلاح المنظومة التربوية. ناخذ احنا نموذج ما تحدث عنه السيد الوزير في مدارس نعتبرها نموذجية، أن الزمن المدرسي حدد من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر. نحن بطبع الحال
نبارك هذه التجربة، ولكن علينا أن نفهم هذه التجربة في سياقها العام. أولاً عندما نتحدث عن تعميم هذه التجربة في كل المؤسسات، السؤال المطروح هل أعددنا القاعات اللازمة داخل المؤسسات التربوية لاستيعاب التلاميذ الذين يفترض أنهم يدرسون مساء؟ أن هناك فرق، هناك فصول وأقسام، مثل ما تدرس صباحا تدرس مساء. وهذا ما يتطلب إعداد مؤسسات تربوية جديدة وإعداديات ومعاهد ثانوية وبطبع الحال امتدادات لمختلف أسلاك التربية. هنا السؤال الكبير على هذا النظام الحصة الواحدة يتطلب اليوم تعزيز العنصر البشري في المنظومة التربوية؟ طبيعة الحال أولا عندك أنت عدد القاعات يمكن أن يستوعب كل التلاميذ دفعة واحدة من الساعة الثامنة صباحا إلى كما ذكرنا مادة ساعتين، هذوما ستة سوايع متعانة تلامذة احنا يقرأوا أكثر من ستة سوايع في النهار، هم اللي يقرأوا ثمانية ساعات أيضا، أي ما يقرأ ثمانية ساعات مش كل يوم معناتها سي محمد هكا ولا؟ أكيد، ولكن شوف سيدتي معناها بالنسبة إلى مقترح أو تصور لإنجاز مثل هذه المهمة راهي تحتاج إلى وضع بنى تحتية بما تعنيه الكلمة. حاجة أخرى، عندما نتحدث عن زمن مدرسي، زمن المدرسي ليس منأى وبمعزل عن الزمن الاجتماعي، وأنت تحدثت أن بعض الأولياء يباركون هذا وآخرون يقولك أنا نكمل الستة، وأنت كمل الستة، معناها بالنسبة إلى عدد الأولياء هم مرتبطون أشد الارتباط بأبنائهم، يوصلوهم للمدرسة يرجعوهم المدرسة. حاجة أخرى، كي نحكيه على زمن مدرسي في حصة واحدة هذا يتطلب التنسيق مع عديد الوزارات وعلى رأس وزارة النقل، ونحن نعرف أصول النقل في تونس. نتصورش وزارة التربية مش تأخذ بعين الاعتبار، ونذكر زده معناتها رئيس الجمهورية هو اللي بش يعلن معناتها وش يتم عرض الاستشارة متاع إصلاح المنظومة التربوية عليه قريبا وش يشوف عليه. ما نتصورش أنه مش بش يكون فما تنسيق بين الوزارات في هذا الموضوع. ثم وزير التربية تحدث على أنه الفترة المسائية ستكون مخصصة للأنشطة الرياضية والثقافية، يعني التلامذة مش بش يلقاو رواحهم في الشارع، مش يلقى روحه عنده نشاط رياضي، عنده نشاط ثقافي، وهذا تفتقر له معناتها مؤسساتنا التربوية، وهذا اللي نعانيه منه معناتها توا في المؤسسات التربوية. سي محمد شوف، بالنسبة أنا سميته الحلم، والحلم هذا راهو في إصلاح منظومة تربوية ليس في جزء من أجزائها، راهو إصلاح المنظومة التربوية في علاقة بالبرامج، في علاقة بالتقييم، في علاقة بالمناهج، علاقة بالزمن المدرسي وارتباط الزمن المدرسي بالزمن الاجتماعي، وتعهد الوزارة بصيانة المؤسسات التربوية. رغم ما نجموش نحكيه على مشروع نموذجي معناها أنجز في ثلاثة أو لأربع مؤسسات، والحال أن واقع التربية لم نتحدث عنه. رغم مؤسساتنا العمومية تشكو ما تشكوه من نقائص، راهو كي نحكيه على زملائنا المديرين والنظار ما يلقاوش باش يطبعوا أوراق في الفروض، راهو كي نلقاو مؤسسات تربوية ما عندهاش ضوء، ما عندهاش ماء، لأن ما هيش قادرة باش تخلص الستاج وما هيش قادرة باش تخلص السوناد. راهو كي نحكيو عن مؤسسات تربوية كلام ذا فيهم ما يقراوش من 8 ل 9 على خاطر الحافلات ما تنجمش تأمن لهم التنقلات نتاعهم. ونجيو الآن نحكيو على مظهر من مظاهر الترف بعنوان أننا نريد لتلامذتنا أن ينشغلوا ويشتغلوا مساء بأنشطة ثقافية. احنا عنا تلامذة بين الحصص والساعات الجوفاء ما عناش دي سال دي بيرمانونس معناها قاعات للمراجعة أين يمكن أن نستوعب هؤلاء التلاميذ. شوف، راهو واقع المؤسسة شيء، والحديث عن مشاريع دون العودة إلى هذا الواقع موضوع آخر. أنا على يقين بأن لنا من التصورات و معناها عديدة جدا لإيجاد نموذج ممكن أن يكون حلا لواقع المؤسسة التربوية، لكن خلينا نكون واضحين أنه أمام سياسة التقشف، أمام أيضا الإكراهات في علاقة بعدم الامتدادات، نقص فادح في عدد
الإطار كاملا من عملاء وإداريين وقيمين وأساتذة، ونعرف معناها أنه إشكالات عديدة طرحت على الأثير معكم أنتم ومع غيركم من وسائل الإعلام، ولهذا نرى أن مثل هذا المشروع لا يمكن أن يتحقق دون العودة إلى الأطراف المتدخلة وجميع المتدخلين، وأعني بالأساس أسلاك التربية في علاقة بنقاباتهم وفي علاقة بمنظمة اهتمام الاتحاد العام التونسي للشغل. واضح سي محمد، معناتها انتم ما كومش ضد الإصلاح وما كومش حتى شيء، أما يا خويا شاركونا في الإصلاح هذا، وهات نطرحوا كل شيء على الطاولة، وهات نتناقشوا، ربما تغيب عنكم أشياء وتحضروا لدينا، هكا ولا؟ واضح أكيد. شكرا جزيلا أكيد. سيد محمد الصافي، يفضلك سيد محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي.